بالمناسبة، هل حضراتكم تعلموا إن مصر بتنتج النهاردة اللابتوب والآيباد والموبايل؟ ده من خلال شراكة كبيرة ما بين مؤسسة طلال أبو غزالة، وهي من أهم المؤسسات العربية اللي بتهتم بالتكنولوجيا وبراءات الاختراع، ومصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع. دلوقتي هنقابل المهندس صلاح أبو عصبة، رئيس مجلس المديرين في مؤسسة طلال أبو غزالة. مؤسسة عالمية وتعد من أكبر المؤسسات الخاصة بالملكية الفكرية. عايز أفهم يعني إيه أكبر المؤسسات الخاصة بالملكية الفكرية؟ الخدمات اللي حضراتكم شغالين فيها في مصر، الإصرار على تصنيع منتجات وطنية تكنولوجية زي التليفون المحمول والتابلت واللابتوب. كمجموعة طلال أبو غزالة للخدمات المهنية، تدقيق الحسابات، الاستشارات المالية والإدارية، الاستشارات الفنية، التحول الرقمي، التدريب، الترجمة، التعليم الإلكتروني، المنصات، التدريب الرقمي، وكل ما يتعلق بهذه الأمور. رحنا في الحتة بتاعت ليه تصنيع تكنولوجي وليه هاردوير، لأنه العالم رايح هناك. في رؤية للدكتور طلال من سنة 2000 لما بدأنا أول برنامج لمحو الأمية الرقمية مع جامعة كامبريدج، وعملنا برنامج لتعليم الأساسيات استخدام الحاسوب والكمبيوتر، الكلام ده من 22 سنة، وأكثر من 6 ملايين أو 7 ملايين طالب في العالم العربي حصلوا على الشهادة دي باللغة العربية. فكان أمر حتمي، التحول الرقمي الحتمي، أنه إحنا الهاردوير أصبح ضرورة. ورؤية الدكتور طلال أبو غزالة كمان قال لك دي يعني مش روكت ساينس، مش صناعة صواريخ، ليه ما عملهاش هنا؟ عملنا أول مصنع في الصين عشان نتعلم لينا إحنا كطلاب. نفذنا مصنع في الصين، عندنا مصنع في شنزن، طلال أبو غزالة شنزن للأسيمبلي، ثم فتحنا في الأردن، وبعد كده جت مصر وسبقت الكل. الشراكة تمت إزاي بقى مع الهيئة العربية للتصنيع؟ الشراكة تمت إزاي؟ دي من أجمل الشراكات اللي حصلت. كان في دعم منقطع النظير من الهيئة لإيمانهم بهذا الموضوع وأهميته على مستوى التوجه برضو التحول الرقمي في مصر. الاستثمار كان مشترك من عندهم الناس والسبيس والخبرات، ومن عندنا النوهاو وخطوط الإنتاج والحاجة اللي جبناها من برا. بدأنا بخط إنتاج واحد، آخر السنة حيبقوا 6 إن شاء الله تعالى. ما شاء الله. كلها متخصصة في إنتاج اللابتوب، اللابتوب تابلت والتليفون المحمول. التليفون المحمول اللي هي النماذج اللي مع حضرتك دي، صح؟ النماذج ده هو ده لو باين ده التاب ده التاب اللي مكتوب عليه صنع في مصر، تاج بلوتو. ده صناعة مصرية، ده صناعة مصرية، العلامة التجارية المشتركة طلال أبو غزالة والهيئة العربية للتصنيع. خلينا نقول بقى عشان ما حدش يقول لنا حاجة، خلينا نقول ده تجميع مصري 100% صح كده؟ 100% مصانع في العالم بتدي كل مكوناته، 100% واحنا هنا بنجمع في بلدنا. ولكن قريبا جدا هنلاقي حاجات بتتصنع من المكونات في مصر، هيبقى في نسبة مكون محلي إن شاء الله. طب ممتاز جدا إن شاء الله. والتليفون المحمول بقى؟ التليفون المحمول إن شاء الله في بداية يناير هتلاقي أول تليفون إن شاء الله تعالى برضه صنع في مصر. سمارت 628 6 جيجا بايت، 128 جيجا بايت ستوريج، توب كواليتي. ده تصنيع في الهيئة العربية للتصنيع. انا بتكلم عندك في برنامج وحتبس انت وانا مسؤول عن كلامي. حجم الاستثمار قد ايه؟ بين مؤسسة طلال وزالة والهيئة العربية للتصنيع. بص، كحجم استثمار احنا بالنسبة لينا المكونات، الاستيراد، كل التمويل بتاع الشغل جاي من برا، والبيع والشغل في الجنيه المصري، ومش عايزين نطلع دولار برا، ولا عايزين احنا عملة صعبة، عايزين نستثمر الفلوس جوا مصر، نستثمر تاني وتالت ورابع جوا مصر في برامج ليها دعوة برا. واحنا مش بنحب الأردنيين من قليل يعني حبيبي، خلي بالك ربنا يخليك، بس مصر ليها نكهة خاصة لأنه الشغل فعلا فيها التسهيل اللي شفناه والدعم اللي شفناه من شركائنا غير طبيعي. طاقة الإنتاج قد إيه في المصانع؟ الخط الإنتاج الواحد اليوم فيه 16 عامل فني مهني مصري، 16 جدع زي ما أنت كتب الجدعان، بيعملوا بالشفت الواحد اللي هو 8 ساعات 250-300 جهاز. لو اشتغلوا 3 شفتات هيعمل 600 ده في اليوم، في الشهر 20 يوم عمل يعني 12,000، في 6 خطوط 72,000، في 12 شهر تتكلم في 1,000,000 جهاز في السنة لو عايز تشتغل طاقة إنتاجية 3 شفتات في اليوم ل6 خطوط انتاج، يعني ممكن اغطي لك افريقيا كلها انا في سنه. بالظبط، كنت لسه هقول لك عندنا خط التصدير. طبعا لسه بقول لك افريقيا، انا قبل ما تسالني حضرتك عندنا خط التصدير وعندنا خطه توسع في المنتجات حسب انواع السوق، يعني انا ممكن سوق ما يلزموه 628 يمكن يلزمه 1-16 او 2-32، فانا بكيف التصنيع لانه انا الاونر بتاع الديزاين، فاحنا بنقعد مع بعض احنا والهيئه بنقول احنا عايزين ايه. يعني في دلوقتي هنعمل حاجه اسمها تاج اي بوك بدل الشنطة المدرسية، يعني ابني ما عادش يروح شايل شنطة، هيروح بس بالتابلت ويقدر يكتب على النوتس، ياخدها على القلم على نفس الجهاز.